بفتكر إن حب الطالبة لأستاذها بيخلص أول ما تتخرج، لكن لما دورنا عن قصص كتيرة لقينا إن في حالات كتير قوي منهم اتجوزوا في الآخر، زي قصة روجيه كامل ومراته ربا من لبنان. مساء الفل اللي منورنا. أهلا وسهلا، أخباركم إيه؟ في أفلام وقصص اتعملت كتير عن إن طالبة تتجوز المدرس بتاعها. قولوا لنا بقى عن قصتكم. بلش. أول شيء مش بس هو علمني، بي وأخته كمان علموني، قطعت عند العائلة تقريبا. يعني بابا ومامته، بابا وأخته مدرسين؟ مزبوط. أوكي. هو علمني بالصف الثامن والتاسع. أول ما فات رجع حبيت فيه شخصيته، و يعني كان كتير قريب منا ساعدة مكسوفة طبعا ساعدة. لا كان كتير قريب منا، يعني انت حبيتي دغري. انا بس عجبني اول فترة، عجبني يعني هو عم بعلمني، اعجاب كان قبل الحب. بالصف التاسع بس يفوتوا التلاميذ بالاول على الصف، عاده بيركضوا تيقعدوا ورا، انا ركضت قعدت قدام عشان اشوفه البيرو تبعه. كم كان عمرك؟ تسمعوا كم كان عمرك؟ 16 سنه. بس انت ما انت منتبه ابدا ابدا، ما اعطيت الامر اي اهميه، لانه تلميذ واستاذ. وانا كمان ما فكرنا انه بزواج او شيء، انه بس انت اللي صرحتي بحبك صح؟ نعم. قلتي له ايه بقى؟ يعني قلتي له ازاي؟ جبتي له ازاي؟ بس كنت وصلت بالسجوند، يعني كان كنت عند بيو، كان يعلمني. صارت بالمرحله الثانويه. المرحله الثانويه خلصنا بالصيفيه، كان عطينا رقمه اذا حدا عايز سؤال اي مساعده. وانا كنت اساله عن درس وهيك. بس بصيفيه السجوند بعت له مسج انه تسلم عليه. طيب روجيه، يعني هي تعلقت فيك كانت تقريبا بالصف السابع او الثامن؟ لا كانت هي بالثامن تاسع. الثامن تاسع. وبعدين صرحت لك وهي بالعاشر. هي بالعاشر كانت خلاص ما عادت شافتك. لا طيب لما طفله يعني 16 سنه، طيب تقول انا حاببتك او انا معجبه فيك. نعم. انت كاستاذ بمر عليك اكيد، يعني مو اول وحده اعجبت فيك، كيف كان رده فعلك؟ نقزت للمره الاولى، خفت. لانه تلميذه واستاذ ممكن تكون بتختبرك، اي حكي شيء رفقاتها مخبره صديقتها بتعمل لي مشكل، بيطلع عليك صيت انت استاذ بزيت الوقت. قلت لها طولي بالك، صديتها حكيتها، قلت لها روقي فكري قبل. رجعت قعدت بيني وبين حالي، فكرت عنا تجربه بالبيت. مين؟ امي وبي. امي كانت تلميذته للبابا. أوكي. وفي اصدقائي بالعمل هن مدراء او اساتذه بعرفهم كمان عندهم هاي العلاقه. طب انت تعتقد وجود هالشيء عندك بالاسره خلاهم متقبلين لفكره انك تحب او تكون ربما تتزوج؟ ربما طالب بس عرفوا بعد وقت، يعني اهلي عرفوا من بعد اهلها لربما. طب والفرق بينك وبين ربما قد ايه؟ 13 سنه. 13 سنه الفرق بين مامتك وباباك؟ 9 او 10، يعني تقريبا نفس الرينج. فانت قلت مش مهم اخوض التجربه دي واجرب يمكن تنجح. صح، لقيت انه في تجربه ناجحه. كمان كان عندي بعض الحشرية، صرت أسأل على ويح الشاطب شوف كوبليت في فرق بالعمر، وصرت كنت خايفة إنه ده يأثر على علاقتكم ببعض. سألت كتير قبل ما أقدم على هالخطوة. طيب متى قررت؟ يعني هي لساتها أول ثانوي، يعني 16-17 إيه سنة، وأنت فرق أكبر منها 13 سنة، متى قررت إنه تتجاوب معها؟ بس قررت تترك المرحلة الثانوية وتتوجه على المهنة. تترك ولا تخلص؟ لا تترك الثانوي وتفوت على معهد تعمل اختصاص تصميم وتنفيذ ازياء. تختصري وقت إيه؟ الوقت. اختصرت الوقت لانه هو ما راح ينطرني، يعني انت خايفه ما يستناك انه يكون وقت، يعني سنتين بلس جامعه 4 سنين. يعني فانت اخذت القرار عشان انت مستعجل على الزواج. طب وانت انت استاذ كيف؟ انا قلت لها طولي بالك خلصي اختصاص. قلت لي انا ما بدي اعمل معهد تنفيذ وتصميم ازياء. قلت لها بس تخلصي اختصاصك وتشتغلي شوي صغيره، منشوف نحن علاقتنا وين بتصير. طب خلال هالفتره، يعني خلال انت كنتوا بتحبوا بعض، كنتوا ما زلتوا على علاقه، كان في نوع من التعارف؟ تعرفنا. قلت لها انا ما بدي لاقيكي لا بالساحه ولا قدام، بدي اروح على البيت. تعرفت على الاهل
كمان كان رأيهم إيه هما في الأول؟ هي بتحكيك عن أهلها. هلا بالأول الفكرة على الفكرة خافوا إيه، بس كمان هني كمان في فرق. ممكن تبقى حب مراهقة، ممكن يبقى إعجاب بأستاذ مش أكثر، ما تعمليش. أنا كنت أحكي لهم يعني إنه أستاذ مهضوم، أستاذ قريب للقلب، وكنت على طول دايماً. أنا لسه مش مستوعبة حتى لو إنه يمكن بعائلتك إنه هذا الشيء موجود، بس أنا مش مستوعبة إنه بنتي مثلا ممكن تكون 16 سنه معجبه باستاذها. اول شيء بيخطر ببالي انه هو ممكن اغراها بشيء وتلاعب مثلا بعواطفها حتى يثيرها. ما قالوا لك هذا الكلام مثلا؟ بلا يمكن قالوا لي، انا حكيتها، انا ما كذبت، قلت لها انت بتعرفي شغلي وبتعرفي هيدا بيتي وهي سيارتي وهيدا هالقد، انا ما بعدك بشيء مش قادر اعمل. كنت صريح كثير، أكيد أهلها سألوا عني. طب مجتمعكم، أوكي عرفنا الأهل، دائرة الأصدقاء، يعني خاصة خلينا نبدأ مع صحباتك أنت، لأنه هو يبدو مجتمعه أو محيطه متقبل للفكرة، بس أنت كيف يعني طالبة تعجب بأستاذ؟ هلا كانوا يتساءلوا إنه ليه بتقعدي قدام، ليه مهتمة فيه، إنه أكبر منك، إنه ما عليه تصلي معنا وهيك. هلا بعدت شوي، كنت أحس حالي غير عنهم إنه بس بالنهاية القلب عجبني. لا عجبني،